السلام عليكم غزالات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اكيد كتسالوا فين غاديه. غادي نديكم معايا ان شاء الله، غادي نديروا جوله في ايكيا ونشوفوا شنو جديد، شنو كاين في الكوزينات، في بيوتات النعاس. هكا تاخذوا حتى نتوما افكار، يعني اذا كانت عندكم شي فكره ولا شي حاجه تطبقوها النجار ديالكم، ولا صراحه كاينين شي حويجات اللي هما زوينين، نخليكم تشاهدوا الفيديو. Nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car, hit the road and drive real far. Put that record on me, die. Oh, I'm dreaming of you. I dream of a new night. Bye.
cold nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car, hit the road and drive real far. سلام البنات. المهم حنا دخلنا من ايكيا. ما نعاودش لكم ضربني البرد مزيان 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 مزيان. المهم جيت هكا وكان جينا معطلين صراحه. المهم غادي ندير غير شي حاجه هكا خفيفه العشاء وقلت نشاركها معكم. غادي ندير هنايا لي بات. عندي هاد تيقولوا هاد الدويده هادي. عندي شويه ديال العدس والا كان الفول ديروا الفول والعدس كتجي صراحه زوينه. عندي هنا شويه ديال الربيع وشويه هنا ديال البصله ومطيشه محكوكه حبه حبه ديال البصله حبه ديال المطيشه المحكوكه وطبيعه الحال الملحه والخرقوم وشويه ديال سكينجبير. المهم ندوزو الطريقه. هنا درت شويه ديال زيت العود في الكوكوت. غادي ندير البصله ندير مطيشه تجيني ساهله دغيا دغيا ديال الجربه وفي نفس الوقت كتجي بنينه وصحيه الوليدات. استاذ سميحه البنات على الصوت ديالي راه دع 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 دع. المهم غادي نخليها تشحر وغادي ندير العطريه. غادي ندير شويه ديال الملحه شويه ديال الخرقوم بغيت ندير قزبر يابس وكنسال عليا عندكم قزبر يابس ديرو. غادي ندير شويه ديال سكينجبير ça
انا ما كنديرش مطيشه في الحك الا بغيتي ديروها ديروا معلقه كبيره ديال المطيشه في الحك صافي غادي تشحر هادشي مزيان الربع دابا ما غنديروش دابا حتى يطيب ليا العدس عاد ديك الساعه نرمي العدس ونرمي لي بات والربع دابا غادي نرمي الزيت ديالي صافي غادي نخليهم شويه يتشحروا عاد غادي نمرق المهم هاني مرقت هذا على حسب المهم باش طيب ليا لي بات غادي نسد عليه شويه بما يطيب العدس ونرمي لي بات ديالي ونطلق صافي دابا بعد ما طاب ليا داك العدس غادي نزيد لي بات هنا عندي السكر ديال لي بات صافي غادي نبقى نحرك حتى طيب غادي نزيد كرتوني غادي نزيد الربع نسيتو صافي غادي نخليها طيب على خاطرها حتى طيب ونطلقها في صحن التقديم المهم هاي العشيوه ديالتي وجدات بسيطه ولكن بنينه بزاف كما قلت لكم تقدروا تزيدوا معها الفول حتى هي كتجي زوينه وتقدروا لما بغيتوا ديروا هاد لي بات هادي ديروا ديك لي بات ديال بابيون كتجي بحال الفيسه كتجي زوينه زوينه المهم كيعجبوها كي هكا كتجي خفيفه هكا العشاء كتعجب الوليدات المهم ما تنساوش الا عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم ما تنساونيش بلي لايك وما تنساونيش باللي كومونتير ديالكم زوينين ويلا بسلامه الى فيديو جاي ان شاء الله باي باي